هل تخرج منها ثمرة؟ أيوة فيها ثمرة. فيها ثمرة تؤكل. تؤكل. مثل الفاكهة يعني؟ يعني مثل الفاكهة. وفي داخل هذه الثمرة؟ أيوة. يوجد مثل جوز الهند ويصنع منه الزيت أيضا. مثل جوز الهند والزيت. يعني زيت يسمونه زيت بوباب. زيت؟ زيت بوباب. بوباب. هذا مشهور في مدغشقر. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الخلاق.